السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students from the first year secondary agriculture school، طلاب الأعزاء، طلبة الصف الأول الثانوي الزراعي، أهلا بحضراتكم. This is our first episode. النهاردة دي الحصة الأولى لكم، وإن شاء الله تبقى حصة جميلة كده، ومعانا حاجات a lot of stuff، حاجات كتيرة جدا هتفيدكم إن شاء الله وتهمكم. إن شاء الله هنقول لكم الـ items، الـ new specification of the exam، يعني المواصفات الجديدة بتاعة الامتحان، وإن شاء الله تكون سهلة عليكم، وهي فعلا سهلة جدا. و by the end of this episode، يعني في نهاية الحلقة ديت، you will learn a new vocabulary، هنتعلم كلمات جديدة about technical equipment، المعدات الفنيه اللي عندكم. We will learn some grammatical points، general grammatical points of the first term، وبرضه هنتعلم قواعد، نقط حلوه جدا وشيقه في القواعد ورئيسيه عندكم في المنهج، and language function. خلوني بس ابدا بالمفاجاه بتاعت حلقتنا النهارده، اللي هو اعرفكم ب new specifications، يعني المواصفات الجديده. واحنا الامتحان هيبقى 3 question، only 3 questions، يعني 3 اسئله فقط. السؤال الاول، وكلهم تقريبا ام سي كيو مالتيبل تشويس كويشن، يعني اختيار من متعدد. الفيرست ايتم اوف ذا اكزام، السؤال الاول عباره عن 10 multiple choice، يعني 10 جمل اختيارات، ومقسمه 5 على الفوكاب، يعني 5 على الكلمات، 5 فوكاب اند 5 structure، و5 على تركيبه الجمل والقواعد. السؤال الثاني هيبقى fill in. fill in يعني ان شاء الله هيبقى عندكم 6 جمل، و6 جمل هيبقى فيها فراغات، وانتوا هتملوا الفراغات بتاعت الست جمل ديت. بس ما تخافوش، مش من دماغكم، انت طبعا هيديكوا ليست، هيبقى فوق الجمل في ليست 7 كلمات، وانتم من السبع كلمات دي هتختاروا 6 كلمات هتملوا بها كل جمله. يفضل بس كلمه، هي هتبقى تشالنجينج شويه عشان الاكسرسايز يبقى نفكر فيه شويه. الايتم الثالث، السؤال الثالث والاخير، نمبر 3 في الامتحان، اللي هي باسج كومبريهنشن، باسج يعني قطعه فهم. قطعه الفهم ديت هتبقى من حوالي 130 كلمه، مش كبيره قوي يعني، ما تخافوش. وهيبقى عليها، مش هيبقى في اوبن كويشن، اوبن اند كويشنز، ما تخافوش، مش هيبقى في اسئله عاديه، لا هيبقى فيها عليها 4 جمل اختياري برضو. انا متاكد ان انتوا هتتفوقوا، ومتاكد ان انتوا هتجيبوا الدرجات النهائيه، وان شاء الله ننجح ونتفوق. طيب ليتس سي وات وي هاف توداي، يلا نشوف الدرس بتاعنا النهارده. الدرس بتاعنا النهارده انا الصراحه اعديته، بحيث ان هو يكون من خلال، هناخد السبيسيفيكيشن مراجعه عامه بالماده بتاعه الترم الاول عندكم، معظم المواضيع من خلال قالب او الطريقه الجديده بتاعه الامتحان، او المواصفات الجديده بتاعه الامتحان. ف ليتس سي، ليتس هاف ا ورك، كم اون. سو اي وان يو تو جيت اول يور ستاف، عشان تجيبوا كده ادواتكم، and I want you to be all ears، وركزوا معايا. نبدأ. First we're going to take to learn some vocab، كلمات مهمة عندكم في المنهج. The first one is، ايوه ايه دي بقى يا حبايبي، برافو عليكم، دي اسمها dairy. دير ايه بقى dairy؟ طبعا انتوا خمنتوا من الصورة، dairy، وما نقولش diary، لان في ناس كتير بتكتبها غلط او بتتلخبط، بس احنا عايزين نقول لكم الفرق بين ديري اللي هي كلمتنا النهارده، الغلط اللي هي مش غلط يعني، هي كلمه ما تلخبطوش بينها، اسمها الاولانيه اسمها دايري، دايري ديت معناها مفكره، اما كلمتنا النهارده ديري. ايه هي ديري بقى؟ اما اقول مثلا تشيز اند باتر اور ديري برودكتس، تشيز اند باتر اور ديري برودكتس، يعني الجبنه و باتر اللي هي ايه، برافو، الزبده، ار ديري برودكتس يعني منتجات البان. يبقى ديري معناها البان خاصه بالالمان، وبرده تيك كانوا معناها معمل البان، ديري. ذا نيكست وان، ايوه ايه دي بقى، جرين هاوس، كلكم طبعا عارفين يعني جرين هاوس، صوره جرين هاوس، ا بيلدينج ويز جلاس وولز اند روف، ا بيلدينج يعني مبنى، with glass walls يعني حوائط بتاعته زجاجية، and roof وكذلك السقف بتاعه.
هو طبعا اللي هو صوبة أو مشتل زراعي. The third word, field. Field. Well, farmers work in the field. Farmers work in the field. يعني المزارعين بيشتغلوا أو بيعملوا in the fields. وفيلدز طبعا معناها الحقول. طيب دي طبعا احنا عارفين ان any farm are classified او there are many departments in the farm. في اقسام كتيرة في المزرعة، منها القسم ده. القسم ده اسمه chicken shed. Chicken shed اللي هو اما نقول eggs are collected from the chicken shed. Eggs are collected from the chicken shed. ايوه اللي هي طبعا حظيرة الدجاج. في برضو كلمة بتسويها barn. Barn برضو قسم الدجاج، قسم تربية الدجاج أو حظيرة الدجاج في المزرعة، من نوع عليه chicken shed. طبعا طبعا الأولانية بقى chicken shed دي cow shed، هتبقى ايه؟ برافو تخمينكم سليم. A cow shed is a building where cows are kept or milked. A cow shed is a building where cows are kept or milked. يعني طبعا اللي هي حظيرة الماشية اللي بربي فيها طبعا cows and buffaloes and livestock. عموما livestock برضو معناها حيوانات المزرعة. يبقى a cow shed is a building where cows are kept or milked. يعني اللي فيها cows الأبقار kept بتتربى or milked. ملك جاينا طبعا من فعل ملك من الناون ملك اللبن، بس هنا ملك جاي كفعل معناها يحلب. حظيرة أبقار. The next one storehouse. Storehouse. What is storehouse? طبعا any farm should have storehouse. لأن any farm produce crops. And vegetables and so whatsoever. يعني طبعا أي حظيرة لازم أو مزرعة يبقى فيها storehouse. Is a building which is a building in which usually food are stored. اللي فيه غالبا ما الطعام بيخزن، اللي هو مخزن أو مستودع وبنقول عليه برضو الشونة. يبقى storehouse. Storehouse. طبعا كلكم عارفين ده. It's a tractor. Tractor. Tractor طبعا زي ما شايفين جرار الزراعي. A tractor is a farm vehicle that is used to pull farm machinery. A tractor is a farm vehicle that is used to pull farm machinery. يعني جرار الزراعي هو farm vehicle. vehicle معناها حافلة، يعني أي حاجة بتتركب، يعني سواء باص حتى بلين ترين، أي إيه حافلة يركبها الإنسان. That is used to pull، وبنستخدمها pull يعني نسحب او نجر، فار ماشينري يعني الالات بتاعت المزرعه، وخصوصا بتبقى الالات الثقيله. بلاو. بلاو. بلاو يعني ايه بقى حبايبي؟ زي ما انتم شايفين في الصوره كده. A plow is used to turn over the soil. وبلاو دي ممكن تيجي كنون كاسم، وممكن تيجي برضو تيجي كفيرب كفعل. يعني بقول لك A plow is used to turn over the soil. يعني المحراث. المحراث بيستخدم to turn over the soil يعني لتقليب التربة. طبعا plows differs from the past and the present. In the past people used plows that are pulled by animal farms. يعني في الماضي كانوا بيستخدموا طبعا البلاو بيجرها الانيمال فارمز، حيوانات المزرعه، كاوز اند بافالوز. والوقت طبعا there are modern plows، يعني المحاريث الحديثه are pulled by، بيجرها ايه بقى؟ برافو عليك، الكلمه اللي احنا قلناها قبلها. very good by ها الجرار اللي هو ايه؟ tractors. very good excellent. يبقى احنا قلنا كلمه بلاو بتي كناون معنى محراث، وكفيرد معنى يحرس الارض. طب water pumps. water pumps زي ما شايفين في الصورة طبعا water pumps are used to irrigate the fields. water pumps are used to irrigate the fields. يعني مضخات المياه بتستخدم لـ irrigate. برضو كلمة مهمة جدا عايزكم تعرفوها. irrigate و irrigation هنقابلها كمان شوية.
the fields fields بتستخدم في ري الحقول. يبقى water pumps معناها مضخات مياه. insect sprayers دي برضو من المعدات اللي لازم نعرفها مهمه جدا in agriculture. insect sprayers help farmers kill insects that cause damage to their crops. Insect sprayers, sorry, help farmers kill insects that cause damage to their crops. يعني أجهزة بقى إيه؟ الرش، أجهزة رش الحشرات بتساعد farmers المزارعين to kill insects لقتل الحشرات that cause damage to their crops اللي بتسبب damage يعني تلف للcrops المحاصيل. يبقى insect sprayers. طيب packaging unit. A packaging unit package معناها يعبئ. اوكي to pack يعبئ. packaging بقى تعبئه. اوكي دي طبعا وحده التعبئه. طبعا دي بتبقى في المزرعه عشان طبعا نعبئ المحصول او الحاجه اللي احنا بنحصدها in order to upload it عشان تتحمل loaded على tracks وتتباع. يبقى crops are packed into boxes in the packaging unit. crops يعني المحاصيل are packed into boxes يعني بتعبأ في صناديق in the packaging unit. يبقى packaging unit وحدة التعبئة. طب نيجي بقى زي ما وعدتكم اللي احنا هناخد exercises تمارين ودي طبعا بتبقى للمواصفات الجديدة اللي عندكم. السؤال الاولاني زي ما قلت لكم هيجينا choose the correct answer from A, B, C or D MCQ question يعني multiple choice question اختيار من متعدد وهيجينا 10 جمل. هناخد 10 جمل دلوقتي 5 على الفوكابلري 5 على الكلمات و5 على الستراكشر 5 على تركيبة الجمل والقواعد. 1 The space is the place where we make milk products. The space is the place where we make milk products. اللي احنا قلناها بقى الوقت يا حبايبي. ايه هو بقى؟ ايه هو المكان اللي احنا بنعمل فيه milk products اللي هي منتجات الالبان؟ ايه هو بقى؟ برافو عليكم. اللي هو dairy. dairy ولا dairy بقى؟ انت غلطت. قلنا dairy. dairy. The dairy is a place where we make milk products. excellent. Two, the packaging unit is spaced to the cleaning unit. وليس الـ packaging unit اللي هي برافو عليكم اللي هي وحدة ايه؟ التعبئة. يبقى is it behind or between or next or in front of. Actually this is a structure sentence. دي جملة خاصة بالقواعد اللي عندكم تركيبة الجملة. Behind ده حاجة اسمها preposition of place يعني حروف جر المكان. هناخد كده نظرة على حروف جر المكان وزي ما وعدتكم اي جملة او حاجة خاصة بالقواعد هناخد كده اكننا برضو بنشرح في منهج هناخد كده نبذة عنها. preposition of place اللي هي زي ما نوضح عندكم في عندنا behind يعني خلف في beside بجوار و on على و under تحت between يعني بين شيء وشيء in يعني في in front of امام near قريب above. اوكي نرجع للجمله بتاعتنا ونشوف the packaging unit is spaced to the cleaning unit يعني which one takes the preposition to اللي بيجي بعدها to اللي هي ايه بقى برافو عليكم ايوه يبقى the packaging unit is next to the cleaning unit. next to بقى يعني يا حبايبي excellent يبقى بجوار يبقى بجوار. طيب 3 In the past farmers used hand space to do work on the farm. In the past يعني في الماضي farmers المزارعين used كانوا بيستخدموا hand ايه يدوي to do work on the farm عشان يعملوا الشغل في المزرعة كانوا بيستخدموا هل rails or tails or tails or tools. احنا عايزين نقول ادوات او عدة يدوية اللي هي يا حبايبي very good it's tools.
يبقى in the past farmers used hand tools to do work on the farm. في الماضي المزارعين كانوا بيستخدموا عدة أدوات عفوا أدوات يدوية to do work on the farm عشان يعملوا الشغل بتاعهم في المزرعة. 4. The workers are space the chickens in the chicken shed. The workers are space the chicken in the chicken shed. احنا قلنا chicken shed اللي هي برافو عليكم يا حضرة الدجاج او قسم الدجاج. The workers اللي هم العمال are the chicken in the chicken shed. عايزين العمال بيطعموا الدجاج في حضرة الدجاج. طبعا are ده زمن لازم نعرفه. the present continuous tense. The present continuous tense اللي هو زمن المضارع المستمر. المضارع المستمر ده بنستخدمه في امتى يا حبايبي؟ بنستخدمه اما نعبر ليه استخدامات كتير جدا، بس انا عايزكم تعرفوا ان ده بنستخدمه للتعبير عن حدث an action that is happening at the moment، يعني حدث بيحدث في لحظة الكلام الآن. وممكن يعبر على الفيوتشر بس بيعبر عن actions that already arranged، احداث تم الترتيب لها من قبل، زي ما اقول لك we are flying to London tomorrow. وممكن يعبر برضو على حدث يزداد تدريجيا زي it is getting cold. present continuous الكلمات التعبيرات اللي دل عليه اللي نشوفها اللي هي now ولوك ولسن وستيل وات ذا مومنت وات بريزنت وتوداي. طب الفورميشن بتاعه ايه؟ تكوين البريزنت كونتينوس بيكون ام از ار بلس فيرب بلس ing، يعني am و is و are زائد الفعل، والفعل لازم اخره ing. طيب طبعا هو في الافيرماتيف في الجمله المثبته زي ما نقول my father is working at the moment، وعشان احنا is working دي طبعا present في present continuous. ليه؟ لان طبعا احنا قلنا at the moment في هذه اللحظه، وقلنا الزمن ده بيعبر عن حدث بيحدث الان ومن تعبيراته at the moment. في الانتروجيشن يعني الانتروجيتيف سنتنس بنبدا بقى، هتلاقي الجمله بادئه بالافعال المساعده بتاعته am or is or are، ويبقى السؤال بمعنى هل، اجابته بيس او نو. يعني بيقول لك is your father working now؟ طبعا احنا قلنا is لان your father singular noun يعني اسم مفرد، لو كان جمع كنا خدنا are. yes اجابته طبعا yes he is or no he isn't. اوكي يبقى اما تلاقي في الاختيار قبل الفعل اللي عندك ام او از او ار بتختار الفعل في ان جي. نرجع للجمله بتاعتنا بقى، انا متاكد اللي انتوا عرفتوا الاختيار الصحيح. ايوه يبقى الاختيار الصحيح the workers are a the chickens in the chicken shed. excellent يبقى the workers are feeding the chicken in the chicken shed. very good. اوكي the next one bird flu spreads quickly between space of birds. طبعا bird flu اللي هو مرض انفلونزا الطيور spreads first spread معناه ينتشر، والفعل spread ده تصريفاته التلاتة زي بعض spread تصريف اول وتاني وتالت. quickly يعني بينتشر بسرعة between space of birds عايزين نقول بين اسراب الطيور او مجموعات الطيور. نشوف بقى التشويسز اللي عندنا. schools هنا غير معناه مدارس طبعا. schools هنا ما تيجي مع مجموعه نصف اسراب او مجموعه بتيجي مع whales or fish عموما الاسماك. packs ده بتبقى برضو قطيع من او مجموعه من lions or wolves مع الاسود، wolves مع الذئاب. swarms اللي هي اسراب النحل. ايوه يبقى ايه بقى الطيور اسراب الطيور اللي هي flocks of birds اللي هي مجموعات الطيور. excellent good. the next one what do you space on the farm what do you space on the farm دي طبعا interrogative سؤال. السؤال بادئ بوات
واحنا طبعا السؤال بيجي في كل الازمنه، احنا عايزين نعرف السؤال ده في زمن ايه يا حبايبي؟ طالما عفوا طالما في دو يبقى السؤال ده في زمن اسمه البريزنت سيمبل تنس. ودو بقى يجي بعدها، يعني الجروينج الفعل اي ان جي، ولا جروز، ولا جرون، ولا جرو. نلقي نظره على الزمن ده الاول، ماشي؟ عشان برضو زمن عندكم البريزنت سيمبل تنس زي ما انتم شايفين في الافيرماتيف وفي النيجاتيف والانتروجاتيف. ملاحظين اما اقول لك اي ليف، اي دونت ليف، دو اي ليف، احنا عرفنا الفعل المساعد بتاعه دو وداز. طبيعي الزمن ده بنستخدمه في ايه؟ وي يوز بريزنت سيمبل فيربس تو توك اباوت فاكتس هابيتس اند ثينجز ذات ار اولويز ترو. بنستخدم الزمن ده عشان نتكلم عن فاكتس، فاكتس حقائق، هابيتس عادات، and things that are always true وحاجات دايما بتعبر على حقيقة زي حقائق علمية. ساعات بنستخدمه في الفيوتشر اما بنتكلم على تايم تيبل، اي حاجة لها جدول زمني في حياتنا زي مواصلات وحصص، اي حاجة لها ليجز الدوريات. بنستخدمه في المشاعر emotions مع افعال زي like و love و dislike، افعال حب وكراهية و senses الحواس. خلينا نعرف بس اللي هي عندكم بتستخدم في facts و habits things that are always true or permanent state، برضو الحالات الدائمة. طيب مثال عم نقول fish live in water، fish live in water، يعني الأسماك بتعيش في المية. احنا مش محتاجين نعلم الزمن لأن الجملة دي present simple. ليه؟ لأنها حقيقة، الأسماك بتعيش في المية، ففعل live طبعا يبقى في البريزنت سيمبل. احنا عايزكم تخمنوا طبعا الفعل ده بيبقى شكله في التصريف ايه؟ ليف الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ ماشي. هي اولويز جروز كوتون ان هيز فيلد، هي اولويز جروز كوتون ان هيز فيلد، يعني هو دايما بيزرع كوتون القطن ان هيز فيلد، يعني في المزارع الحقول بتاعته. طيب احنا برضو فير جروز دوت بريزنت سيمبل وليف بريزنت سيمبل. طب مش معنى يعني ليف هنا فوق كانت من غير اس وتحت اس؟ طبعا فوق ليف الفعل بيبقى في المصدر بدون اي اضافات، اما يجي قبله اسم جمع، اسم جمع. واللي على فكره فيش هي جمع، لان ما فيش حاجه اسمها فيشز، يعني الجمع فيش برضو. وجروز طبعا هي الفعل فيه اس لان يسبقه هي، فعشان كده احنا بنضيف للفعل اس اما يجي قبله هي او شي او ات او اي اسم مفرد. طيب ايه بقى الكلمات الداله عليها يا حبايبي؟ sometimes، usually، always، often، ممكن نقول often برضو، usually every، frequently كثيرا، occasionally من حين لاخر، rarely نادما، نادرا، how often معناها كم عدد المرات. وحتى اجاباته how often اجابته ب once twice three times or whatsoever اجابته بتبقى برضو علامة من علامات زمن ال present simple. اوكي. طيب احنا الجملة اللي عندنا اللي فاتت دي كانت في السؤال في ال interrogation. طيب يبقى الفعلين المساعدين بتوع المضارع البسيط اللي هو do and does. السؤال في do does يجي بعد الفعل ايه بقى؟ يعني احنا قلنا where do you live ولا where do you live او living؟ ايوه live، يبقى بيجي بعدهم الفعل في الانفينيتيف المصدر. في بقى بالنسبه لان انتوا عندكم برضو الباسيف في الزمن دوت، اما الزمن دوت الجمله بتاعته في الباسيف المبني المجهول، يعني الجمله تبقى بدا بالمفعول. يعني هي open the door، جملة هي open the door اللي انتوا شايفينها دي معناها هو يفتح الباب. هي دي subject يعني فعل، opens دي verb، the door دي object مفعول. الجملة اللي تبدأ بالفعل او اللي عامل الحدث دي ننقال عليها يتقال عليها active، ودي طبعا معظم جمل الانجليش في active يعني مبني المعلوم. اما نحول الجمل دي للمجهول بنقول ايه؟ بنبدأ المفعول، يعني جملة هو يفتح الباب، اما نحول مجهول نبدا بالمفعول نقول الباب اتفتح بواسطته. يبقى الجمله عشان نحولها للباسيف اللي هو المبني المجهول بتبدا الجمله بالمفعول، المفعول اللي هو ايه؟ ايوه ذا دور، يبقى ذا دور. ونجيب بقى تكوين الزمن، لو الفعل اوبنز في المضارع البسيط بتاعنا اوبنز يبقى تكوينه ايه بقى؟ المضارع البسيط بيكون من ام واز وار
بلس باس بارتيسيبل ام مزوار والتصريف الثالث للفعل في المبنى مجهول. عشان كده نقول the door is opened by him. The door is opened by him. طيب في برضو نقطة في قواعد متعلقة برضو في بالدرس دوت اللي هو used to و used for. used to معناها يستخدم فيه، بس طبعا لازم يجي قبلها المفعول لان دي باسيف، زي ما اقول hammers are used to، ودي مجهول ليه؟ لان بدلا من المفعول. hammers يعني الشاكوش، بيستخدم فيه hit nails. hit nails يعني طرق المسامير او الدق على المسامير. goggles are used for protecting eyes، يعني النظارات الواقية بتستخدم في protecting eyes، دي برضو مجهول لاني بادئ بالمفعول. و are وتصريف تات مفعول used لتكوين مجهول لحماية العين. طيب القاعدة بقى اللي احنا المرتبطة بيها used to و used for، احنا ملاحظين ايه؟ ان used to ديت يجي بعدها الفعل hit في المصدر، اما used for جاء بعدها الفعل plus ing. اوكي دي كانت نبذة سريعة على البريزنت سيمبل. نرجع بقى يا حبايبي، نرجع بقى ونقول الحل بتاعنا. لما اقول what do you eat on the farm، yes what is the answer here، ايوه يبقى لازم ناخد الفعل فين؟ برافو عليك، في المصدر. what do you grow in the farm، thanks. 7 the process of watering fields is called، يعني عملية watering fields اللي هو ري الحقول اسمها بقى ايه؟ هل irritation or irrigation، condensation، evaporation. evaporation by the way برضو ممكن تقبلها، يعني بتقبلها معناها عملية التبخر. condensation التكاثف، irritation يعني القلق او الاضطراب. ايوه الري بقى اللي هي ايه؟ برافو، انا قلت لك هنقابل الكلمة دي في اول الحلقة، اسمها ايوه it's irrigation. يبقى the process of watering fields is called irrigation، يعني عملية ري الحقول اسمها عملية irrigation يعني الري. طيب 8 we spit throw rubbish on the street because it is bad for our environment، يعني احنا space A نلقي القمامة on the street في الشارع because لانها it is bad for our environment، لانها ضارة بالبيئة بتاعتنا. هنستخدم must او mustn't، should، have to. برضو نلقي الضوء focus on this point. احنا عندنا في المودل فيربس في الافعال اسمها مودل فيربس بنقول الافعال الناقصه، لان ممكن يبقى تصريف اول وتاني ملهاش تالت، وممكن تصريف اول بس زي must مثلا ملهاش الا تصريف واحد. المودل فيربس دايما بيجي يتبعهم الفعل في الانفينيتيف، الفعل في المصدر. must بنستخدمها، ليها استخدامات كتير بالفعل، بتستخدم important اما حاجة تبقى من المهم necessary ضروري اللي انت تعملها، زي ما اقول لك you must do your homework، يعني يجب اللي انت تعمل واجبك. وبتستخدم طبعا في الضرورة والالزام، لها استخدامات كتير جدا منها القواعد والقوانين. زي ما اقول لك you must stop when the light is red، تتوقف عندما تكون الاشارة حمراء. وبتستخدم في النصيحة القوية you must wash your hands، must طبعا you must wash your hands if you touched infected birds، لو انت لمست طائر مصاب or infected person او شخص مصاب، طبعا دي نصيحة قوية. وبتستخدم برضو must في الدعوة، اما مثلا تدعو ناس وتقول لهم you must come round and visit us، يعني ياريت تيجوا وتزورونا، طبعا في التأكيد على الدعوة الحارة. ماشي طيب نيجي بقى حبيبي ل mustn't. نفي mustn't اما تبقى important or necessary not to do something، اما يبقى شيء مهم او ضروري اللي احنا ما نعملش حاجة. بتستخدم حاجة اسمها prohibition المنع، and express forbidden action بتعبر على منع او تحريم اي حاجة ممنوعة مثلا. وبرضو ما تقلش اهمية عن must، استخدم في القواعد العامة والقوانين بس للمنع والتحريم، زي ما قول you mustn't smoke at a petrol station، يعني ما تدخنش في محطة الوقود. you mustn't smoke at the hospital، ما تدخنش برضو في hospital المستشفيات. mustn't طبعا من الحاجات اللي انت لو خالفتها فيها ضرر ليك والاخرين. so this is must and mustn't.
For example, you mustn't eat while spraying pesticides. يعني ما تاكلش وانت وانت بترش pesticides دي معناها مبيدات الالف الافات سوري مبيدات الافات. جينز يس ليتس تيرن تو اذر نرجع تاني يا حبايبي يس هناخد برضو another sentence nine our government always plans to space the desert and turns it into green land our government يعني حكومتنا always plans بتخطط to ايه the desert الصحراء and turns it into green land وبتحولها الى green land يعني ارض اراضي زراعيه او اراضي خضراء. طيب احنا بقى نختار ايه؟ طبعا اللي هيجي في ذهنكم طبعا اللي احنا نستصلح الصحراء. فين بقى كلمه يستصلح هنا؟ Is it claim or proclaim or calm or reclaim؟ انا عارف اللي انتوا عرفتوها ممتازين برافو عليكم. انا سامعكم بتقولوا reclaim. يبقى our government always plans to reclaim the desert and turns it into green land. And turns it into green land. So the next one. Space are 50 cows in the cowshed. إزير طبعا احنا عندنا لازم نختار هنا demonstrative يعني دي اسمها demonstrative أدوات الإشارة. There, the, this, that. طبعا عشان are دي فعل مساعد جمع verb to be في الجمع سوري طبعا there دي number be ما تنفعش لان there دي بتاعت possessive ملكية ما يجيش بعدها are ابدا لا وكمان لازم لو جه بعدها are يبقى يسبقها اسم احنا لازم نعيد عليه there تبقى عيد عليه this with that ضمائر اشارة للمفرد بس this ضمير اشارة للمفرد القريب وزاد ضمير إشارة للمفرد البعيد فما تنفعش مع R لو كان في إز ماشي يبقى نقول إيه there are 50 cows in the cow shed there are 50 cows in the cow shed okay تعالوا بقى اللي احنا قلنا هيجينا إن شاء الله قطعة First خلونا ديكو السؤال بتاع الايتم ترمينولوجي انا قلت لحضراتكم اللي احنا ان شاء الله هيجي لنا ست جمل ومن ست جمل ده هنعمل فيل ان من الست جمل يديك سبع كلمات زي ما عند حضراتكم كده ومن السبع كلمات هنعمل فيل ان لست جمل طبعا هتبقى فيه كلمه زايده تو ميك ات تشالنجينج نشوف كده الكلمات اللي عندنا اول سيفتي نقدمها سيفتي يعني دواعي امان الامان تريلرز يعني مقطورات فيري جود فيجيتابلز يعني فواكه سوري اسف خضروات ايزي سهل اكسبنسيف غالي بروجكتس مشروعات كومبوست يعني السماد طبيعي او عضوي نمبر 1 اجريكلتشر سبيس لايك توشكا ار فيري امبورتنت فور فارمرز ان ايجيبت يبقى agriculture A like Tushka are very important for farmers in Egypt. Very good agriculture project. Projects, مشروعات. Two, it costs a lot of money to buy a tractor. It costs, يعني بتكلف كتير من الفلوس to buy a tractor عشان يشتري جرار. It is very, يبقى طبعا هيبقى ايه؟ غالي. Excellent. Three, potatoes. Cucumbers and peppers are all kinds of potatoes, البطاطس, cucumbers, الخيار, peppers, الفلفل are all kinds of vegetables. Very good. يعني الخضروات. Four, space is very important on farms as there are many dangerous things. يعني يبقى very important مهم جدا في
farms المزارع. As هنا بمعنى because، لأن there are many dangerous things. بتبقى طبعا المزارع بيبقى فيه معدات تقيلة، في حاجات حوادث بتحصل طبعا، بتعمل مع كيماويات ومعدات. فطبعا ايه المطلوب؟ سيفتي. سيفتي دواعي الأمان، إجراءات الأمان، سيفتي بريكوشنز. اوكي، 5. Farmers use tractors to pull heavy space from one place to another. يعني المزارعين use بتستخدم tractors الجرارات to pull عشان نسحب heavy A from one place to another. بيجر إيه أو يسحب إيه؟ Very good, you are excellent. Trailers, trailers مفرد تريلر المقطورة، المقطورات من مكان لآخر. 6. طبعا احنا قلنا 6 جمل، ناقص جملة. Number 6 is a mixture of decayed plants and vegetables waste. ايه بقى mixture؟ يعني مزيج او خليط. Of decayed plants، decayed plants يعني نباتات متحللة وخضروات متحللة من بقايا. waste معنى بقايا النباتات والخضروات. ايه هو بقى؟ Very good. Compost. ما اقصد يعني ان المزارع الشاطر كليفر يعني ما بيرميش مخلفات الخضروات والنباتات، وبيعمل ريسايكلينج ليها، اعاده تدوير ليها او اعاده استخدام، وبيحولها كومبوست. كومبوست يعني سماد طبيعي او عضوي. فيري جود. تعالوا بقى نروح حبايبي على اساس اللي احنا ناخد السؤال الثالث في الامتحان الايتيمز، وقلنا حضراتكم هجيلكوا كام قطعة comprehension، والقطعة ديت هيبقى حوالي 130 كلمة وعليها بس أربع اختيارات. نشوف القطعة دي معايا، تابعوني. الفردوس فارم is a new farm in upper Egypt. يعني مزرعة، دي اسم مزرعة فردوس في upper Egypt side مصر. The farm is a land reclaimed from the desert. يعني أرض مستصلحة من الصحراء. It uses water from ذا شيخ زايد كانل، تستخدم مياه من قناة ترعة الشيخ زايد. To irrigate the land، لري الأرض. It is a large farm، مزرعة كبيرة. Of 500 fadans. It grows rice and several kinds of vegetables، يعني بتزرع rice and several kinds of vegetables، رز وأنواع متعددة من الخضروات. It grows the vegetables in its 10 greenhouses، بتزرع في 10 مشاتل. مستر عمر the farm manager، المدير farm manager مدير المزرعة اسمه مستر عمر. sells the vegetables to the villages near the farm، بيبيع الخضروات للقرى القريبة من المزرعة. he wants to increase the number of vegetables، عايز يزود عدد الخضروات. he grows to export them to other countries in the future، على أساس اللي هو export يعني يصدرها ل other countries، دول تانية in the future. Mr. Omar uses natural fertilizers like compost، بيستخدم أسمدة طبيعية. ذا الكومبوست اللي قلنا عليه دلوقتي اللي هو السماد العضوي الطبيعي. because it is good for the soil، لأن الكومبوست good، جيد for the soil للتربة. he is also very careful with the things he throws away، يعني هو حذر جدا من الحاجات اللي هو بيتخلص منها، ما بتخلصش بالحاجات المهمة دي أو البقايا بيستخدمها بيعيد تدورها قصده يعني. because he doesn't like to waste things، لأنه ما بيحبش اللي هو waste things يضيع أو يهدر الأشياء. the farm also has modern machinery، المزرعة فيها ميكنة حديثة. the farm is efficient because it uses modern farming method، المزرعة is efficient يعني على كفاءة عالية. because it uses modern farming method، بتستخدم modern farming method طرق حديثة في الزراعة. طيب طبعا يا اولاد انا طبعا القطعه اما بتيجي احنا طبعا زي ما قلت القطعه بنقرا الاسئله الاول يعني في القطعه الطريقه المثلى، عشان بس احنا وقت الحلقه هيخلص، فعشان كده انا قريتها لكم الاول. بس لما اجي لكم بقى في الامتحان حبايبي بنقرا الاسئله الاول. ليه بنقرا الاسئله الاول؟ لان انت ما بتقرا الاسئله بتعرفك معلومات انت عن القطعه قبل ما تقراها، احداث برضه في القطعه قبل ما تقراها، لان الاسئله بتعمل عمل فاسيليتيت بتسهل قراءتك للقطعه. غير كده بعد ما نرى الأسئلة باختياراتها بتطلع بقى بتقرأ قطعة ثلاث مرات. المرة الأولى for skimming، skimming عشان نقرأ قطعة لمعرفة general idea، نعرف الفكرة العامة بتاعت القطعة. القراية الثانية بنقرأ عشان نعمل حاجة اسمها scanning، scanning عشان نطلع المعلومات أو التفاصيل البسيطة في القطعة.
القراية الثالثة طبعا اللي انت بتطلع افكار في قطع وبتعمل نوتس ملحوظات انت فهمت من هنا ايه وهنا ايه، والقراية الثالثة بعد كده بتبدأ تحل الأسئلة. انا قلت طبعا ان القطعة بتاعتنا ما فيهاش طبعا كلها ام سي كيو، برضو 4 أسئلة ام سي كيو مالتيبل تشويس كويشنز، يعني اختيار متعدد. تعال نشوف كده ال4 الأسئلة اللي عندنا على القطعة اللي احنا قلناها. One, الفردوس was as base land before it was reclaimed. الفردوس كانت أرض إيه بقى؟ Before it is reclaimed. Was it a desert, farm, green or fertile? طبعا أنت قبل ما تاخد القرار بنرجع بتطلع تقرا تاني للقطعة، نرجع لها اهوت. عفوا. Yes, the farm land من أول هنا. The farm is land reclaimed from the desert. ايوه يعني المزرعه دي كانت ارض مستصلحه من الصحراء. دي الكلمات الكونكتد تو ذا كويشن المرتبطه بالسؤال واللي انت فهمتها، يبقى تبقى يبقى الحل ايه؟ برافو عليكم، ديزرت. The underlined word it refers to، كلمه ات دي بتشير الى يا حبايبي. Does it refer to عمر ولا كومبوست ولا سويل ولا جرين هاوس؟ طب نرجع كده نشوف ايه دي بتشير الى ايه؟ ايه طبعا هيجي لك لو اما تقول تشوف كلمه يقول لك ريفير تو، تعرف اللي هي محطوط تحتها خط في القطعه اللي هي ات. ايوه ونقرا قبلها على طول بسطر او سطرين، يقول لك عمر مستر عمر يوزس ناتشرال فيرتلايزر لايك كومبوست بيكوز ات از جود فور ذا سويل. يبقى كومبوست ات عايده على الكومبوست. نمبر 3، to export to other countries Mr. Omar wants to space planting vegetables in the farm. يعني export يعني عشان يصدر، to other countries يعني يبقى للدول التانية الأخرى. Mr. Omar، وإحنا قلنا مستر عمر كانت وظيفته في مزرعة إيه؟ أيوة برافو عليكم، صح صحيح معايا، اللي هو مدير المزرعة. wants to space planting vegetables in the farm، عايز يعمل إيه بقى؟ decrease يقلل ولا increase؟ decrease ولا increase يعني زود، reduce يقلل ولا decline؟ نرجع برضو للقطعة بتاعتنا ونشوف. هي دي بقى من اول هنا بقى. He wants to increase the number of vegetables، يعني عايز ايه بقى؟ برافو عليكم، اللي هو increase يعني يزود the number of vegetables. Yes. Number 4، on الفردوس farm يعني في مزرعة الفردوس 10 green houses are set up to grow space. 10 green houses are set up to grow space. هل fruits ولا vegetables ولا nuts ولا trees؟ يعني 10 مشاتل زراعية تم إنشائها to grow لزراعة إيه بقى؟ Is it fruits, vegetable, nuts or trees؟ يس نشوف كده في القطعة بتاعتنا. يس احنا قلنا ان الفردوس فارم it is a large farm of 500 فدانز، يعني مزرعة كبيرة مكونة من 500 فدانز يعني 500 فدان. it grows rice and several kinds of vegetable، يبقى it grows the vegetables in its 10 green houses، يعني بيزرع ايه بقى؟ vegetables. برافو عليك، in its 10 greenhouses. again yes، يبقى نرجع للشرحه بتاعتنا. يبقى احنا كده حبيبي عرفنا الحل. ايوه يبقى فعلا on الفردوس farm 10 green houses are set up to grow vegetables. اوكي يبقى احنا كده خدنا ثلاثة اي 3 items بتاع اللي هيقابلنا في الامتحان. the first one is multiple choice with the second one fill in the gaps with a word from the list and the third one is a passage of 130 words of MCQ multiple choice questions.
تعالوا كده بقى يا حبايبي اديكم برضو نوع، بس احنا هناخده على اساس اللي هو برضو فوكابلري، ماشي؟ هناخد ترانسليشن بس، احنا بس هنستفيد منها، مش هتيجي بس احنا هنستفاد منها على اساس اللي هي بتحتوي على الكلمات ومهمة جدا في المنهج، و عشان تعرفوا نزود الحصيلة اللغوية بتاعتنا. translate amig will translate into Arabic. Land needs a lot of water to make it fertile. هنترجم للعربي. Land needs a lot of water to make it fertile. يعني الأرض بتحتاج a lot of water، يعني كثير من المياه، to make it fertile. نشوف معنى الكلمات. Need يعني تحتاج. Fertile يعني برافو عليكم. Fertile معناها خصبة. فما نيجي نترجم الجملة ديت، طبعا ما بنترجمش الترجمة فن، وما بنترجمش ترجمة حرفية. يعني الجملة ديت طبعا لو ترجمناها للعربك نبدأ تبقى جملة فعلية، يعني نبدأ بالفعل، ما نقولش الأرض تحتاج. جملة فعلية، احنا عندنا بنبدأ بالفعل الأول، يبقى نقول أيوه تحتاج الأرض a lot of water، الكثير من المياه، to make it fertile، لتجعلها خصبة. Very good, excellent. دي بقى جملة استفهامية. What kind of insecticide do you use in your farm? What kind of insecticide do you use in your farm? ده طبعا سؤال، واحنا خدنا سؤال بقى، انا اسالكم بقى اللي احنا خدناه دلوقتي حبايبي. طبعا اسالكم بقى سؤال، السؤال ده في زمن ايه بقى احنا شارحينه؟ ايوه، دو يتباع ايه؟ برافو عليكم، الفعل في المصدر. Very good. يبقى الاول نعرف الكلمات الصعبه. انسكتسايد معناها مبيد حشري، وفي بيستسايد معناها مبيد افات. What kind يعني ما نوع. يبقى اما نيجي نترجمها نقول ما نوع المبيد الحشري الذي تستخدمه في مزرعتك. Egypt exports a lot of cotton to European countries. Egypt exports a lot of cotton to European countries. طبعا مش هنبدأ بإيجيبت ولا export يعني تصدر ولا مصر تصدر. ايوه جمله فعليه. يبقى طبعا اكسبورت معناها تصدر عكس امبورت. كوتون اللي هو القطن، يوروبيان كونتريز دول اوروبيه. فطبعا لما نيجي نترجم الجمله دي نبدا بالفعل تصدر، ايوه تصدر مصر الكثير من القطن لدول اوروبيه. يعتبر الرأي بالتنقيد احد افضل الطرق. يعتبر be considered الرأي بالتنقيد dripping irrigation method طريقه the best الافضل. يبقى الحل برافو، dripping irrigation is considered one of the best method of irrigation. Dear colleague, dear students, I'm afraid that we come to the end of our episode today. احنا جينا لنهايه حلقتنا النهارده. أتمنى أن تكونوا ساعدتوا معايا واستفدتوا. Until I meet you again, I wish you all the best. الحلقة الجاية إن شاء الله هتاخدوا برضو مواصفات امتحان على المواصفات الجديدة، وإن شاء الله تستفيدوا وتخشوا تجيبوا الدرجات النهائية. Until I see you again, I wish you all the best. كان معكم مستر محمد الفرارجي من القنوات التعليمية التلفزيون المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.